السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشباب، يا مرحبا ويا مسهلا. عالم التحالفات، هذا كل ما يهمك لمعرفته عن الحدث، لكن سويت المقطع هذا لتوضيح يعني بعض السلبيات في هذا الحدث. أولا، زي ما تشايفين هنا على اليسار، الملك ما راح يكون له سلطة. الآن بهذه الحركة أنت كأنك يعني نزعت منه الصلاحيات، كون قائد التحالف هو من له القرار بالدخول أو لا. والمفترض أن الملك يحدد من يدخل ومن لا يدخل، لأنه بكل بساطة لو أنا أبغى أخرب يعني على مملكة، أبد أروح أسجل هناك في المملكة اللي أنا أكرهها وأعلق المملكة، ما أخليهم يدخلون كيف كيف، بناء على القوانين المكتوبة قدامكم للحدث أن المملكة ما راح توصلها دعوة حتى ينتهي التحالف اللي شارك في هذا الحدث. فلا أنت حطيت لي قوانين للتحالف اللي راح يدخل، مثل أنه لازم يكون عنده ما لا يقل عن خلينا نقول 30 علم، لكنك خليت الدعوة مفتوحة للكل، وهذه مشكلة لازم تنحل. ثانيا، مهارات الملك وتأثيرات المملكة. لنفترض في تحالفين يعني دخلوا كل واحد منهم في مملكة مفقودة مختلفة، من راح يستفيد من التأثيرات؟ لو مثلا أبغى تأثير يعني سرعة علاج، أو مثلا تأثير الملك في الميدان، بغيت أسجن لاعب، ففي أسئلة كثير. ثالثا، الحاكم الأعظم، يعني انسى أنك تقوم بتنظيم حدث الحاكم الأعظم، وهذا شيء يخلي كل مملكة تفكر ألف مرة ومرة في الدخول في هذا الحدث. رابعا، تأثيرات الأضرحة في المملكة. أنا والله تحالف بيشارك بالحدث، فطبيعي أني راح أقدم طلب لتحالف بيريح ما بيلعب، يعني أني أحتل من عنده ضريح أو مذبح معين تابع له فأستفيد منه. طبعا هذه ممكن تسبب مشكلة بين التحالفات في المملكة. خامسا، لاعب المملكة المشارك في هذا الحدث راح يرجع مستنزف. لا تقول والله عادي مجموعة لاعبين يتفقون ويدخلون مع بعض يستمتعون، طيب أنا أدائك القوي هذا أبغاه وقت حرب الممالك، ما أبغاك تستنزف قوتك ولا حتى مالك على حدث مثل هذا، وهذه مشكلة تستحق لفت نظر. السلبيات تطغى على الإيجابيات، لممالك مصنفة، لممالك تصنيفها A أو B، لكن لممالك صغيرة، ممالك التحالف الواحد أو ممالك التحالفين، هذه حلوة لهم. هل ممكن تحالفات المملكة تكون داخلة مع بعض في نفس المملكة المفقودة؟ نعم، إذا اختاروا النمط العادي مثل ما هو مكتوب. لكن لاحظ، عندك الرابطة تستوعب أكثر من 20 تحالف، ترى الشيء إن زاد عن حده انقلب ضده، يعني بتكثر المشاكل، كل واحد يبغى يمشي الثاني على هواه، وهذه صراحة بتسبب مشاكل ما تنتهي داخل المخيمات. ممكن يدخل تحالف يقول والله يا أخي حنا داخلين نريح يا أخي، أو نبغى نفرم، ما احنا داخلين نحارب، وانت عندك هدف ثاني مختلف عنه. يعني شايفين كيف؟ هذه يعني مثلا هذه أحد الأسباب طبعا اللي ممكن تسبب صراعات، صدقوني ما راح تنتهي. هذا الحدث يحتاج لتعديلات كثيرة. شاركونا آراءكم عن هذا الحدث. يعطيكم العافية على المتابعة، نراكم على خير، في أمان الله.